تعالي هنا. يلا استاذ احمد. ماهر السيد جديد ابو خليل. يلا محمد انور حموده. 22 بدائرة مركز شرطة ميكروباص محافظة كفر الشيخ. قتل المجني عليه نادر السيد هنيدي أبو خليل شقيق الأول وزوج الثانية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لأن بيّن النية وعقد العزم المصمم عليه، فأعد المتهم الأول لذلك أداة حضر المتهم الأول وما أنزق بالمجني عليه حتى انهال عليه ضربا بأن كان له عدة ضربات برأسه، مستخدما في ذلك الأداة آلفة البيان، فسقط أرضا مغشيا عليه ثم عجله بعدة ضربات على وجهه مستخدما في ذلك أداة أخرى قالب كوب، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالأوراق. أحرز المتهم الأول وحازت المتهمة الثانية أداتين بوليك وقالب كوب مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد استخدمهما المتهم الأول في إتمام جريمته المتفق عليها مع المتهمة الثانية محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق. فين ماهي؟ سمحت يا ريس. ايوه يا ريس. ايوه تبدا فوق. سمحت يا ريس انا عايز اتكلم. انا شايف شيء من تحت. انا بس رد على سؤال مع كعب. نعم. انت ونيرة قتلت اخوك؟ نعم. المتهم الاول انكر. يا نيرة انت جوزك انت الولد ده؟ حضرتك انا فعلا ما غلطتش في الاول معاه، بس والله العظيم انا ماليش دعوه بموضوع الجثه ولا حررته ولا اعرف ان هو كان ناوي على جثه ولا اي حاجه من دي. انا هقتل جوزي ده ولا اتفق معاه على جثه ولا؟ امال مين اللي قتله؟ هو جيت له بس انا ما اعرفش ان هو ناوي على جد. والمتهم الثانيه قررت انها لم تكن تعلم ان المتهم الاول كان نويا على قتل زوجها المجني عليه، وانه اي المتهم الاول هو من قام بقتل زوجها. كنت معاه وهو بيقتله؟ شفتيه بيقتله؟ ايوه لان الدنيا كانت. وكان ذلك أمامها وحضرت وأطلعت ارتكاب المتهم الأول للجريمة وقتله شقيقه المجني عليه والنيابة. النيابة تطالب بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. يا أحمد مدعي بالحق المدني عن الزوجة حاضر طلب توقيع أحسن عقوبة على المتهمات وانضم للنيابه العامه في طلباته، وقرروا بان المتهمان كانوا قاصدين قتله ووجود القصد الاجرامي وقصدهم من قتله وازهاق روحه، وذلك لما حدث على مسرح الواقعه من قيام المتهم بضربه بالكوريك على راسه من الخلف. لا الشغل جديد. ثم تاكده بضربه لتمام زفه والنيابه بالحق ما بينهم. سمم على الطلبات وانضم للنيابه العامه في طلباته. معايا استاذ احمد. وبمناسبه تواجد الدكتور خد بيانات الدكتور الطبيب الشرعي جلسه طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الاول مناقشته على المحكمه. أنا اللي نظفت القصة وقمت بس. عايزك يا ريس. يا ريس. عايز ما عليك يا ريس. انا عايز اتكلم. ما ينفعش تتكلم. المحاميه. انا مش عايز محاميه. انا مش عايز محاميه يا ريس. ابوه وامه والشهده ليه؟ لان اللي هم اشقائه
لما أصابهم من غل وحقد وبغض لما حدث قرروا أنه ليس له أرض، وهو في حقيقة الواقع سيد الرئيس الجليل. الأرض ملك والدهم، والأرض بأكملها هي ملك والدهم، والمجني عليه رحمة الله عليه سيد الرئيس الجليل كان له 2.5 إيراد ضمن هذه الأرض اللي كانت عليهم مشكلة، وكان مأجرهم وكان قاعد فيهم غفي. لما أنا أقول إن أنا رحت الأرض، هل أنا في هذه القالة النية القتل عندي كافية حتى تستغل ضدي هذه النية قانونا؟ قالها أنا رايح الأرض بناء على كلام المتهمة، المتهمة الثانية له، والمتهمة الثانية لما قالت له تعالى قالت له أنا عايز أشوفك. ده صف الاصرار يا استاذ اللي بتتكلم فيه. طب هيقولوا ثم انا هقول صف الاصرار. نية القتل علاقتها بتبقى بالضرب المباشر، اما صف الاصرار بتبقى بالتصرفات السابقه على ارتكاب الفعل المادي لجريمه القتل. هو بيتكلم صح، مفيش حوار، بيتكلم في صف الاصرار. مفيش لا النية، لا في حوار بينهم. لا في حوار بينهم. انت الحوار اللي بينهم كان انتهى بنهر ال 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 المتهم. ما كانش فيه عنده نية ان هو يضرب ولا يروح ولا يجي ولا يقتله. النية منعقدة اساسا عنده اذا كان استمر. هو ما استمرش، هو قال انا ما اعرفش لغاية دلوقتي انا عملت ايه، وقال للنيابة العامة انا مش مصدق اللي حصل. النية يا سيد الرئيس اذا كانت منعقدة كان جهز آلة، كان جهز سلاح، ما كانش قال وقرر ان هو مصدوم من اللي حصل، ما كانش طلع يجري. قال له يا ريس انت تاكدت ان شقيقه فارق الحياه؟ قال له ما اعرفش. يبقى كان عنده النيه هو ما يعرفش. قال له انا كنت مصدوم من اللي حصل واخدت نفسي وطلعت اجري. يبقى هو كان عنده النيه. لو كان عنده النيه مش كان وقف واستنى؟ طب لو كان عنده النيه يا ريس مش كان جاهز حفرة وبعد ما ضربوا راح رمى حطه في قلب الحفرة وردم عليها؟ وسهل قوي عندنا في الغطاء تدفن واحد وحط التراب عليه الله وسهل الله أعلم، وتاني يوم يمشي عليه بالجرار ينزله تحت الأرض خالص خلاص. ده الكلام ده لو عنده النية ان هو يقتل، انما هو مفيش حد ومحدش هيصدق ابدا ان حد يقتل اخوه نهائيا الا بدعوة شيطانية او نازعة الترصد. احنا اتعلمنا من المحكمة الموقرة ان الترصد علشان يكتمل او عشان يكون موجود لازم يكون فيه عنصر زمني ولازم يكون فيه عنصر نفسي. العنصر الزمني لما قلنا فترة زمنية تطول او تقصر بين التفكير في القتل وبين تنفيذه، واجتماع الشرطين المحكمة قالت لنا أنه لازم ولا بد من اجتماع هذان الشرطين في نص المادة 231. معلش أيوة ما أنت قلت لي اتكلم في صف الإصرار. أنا قلت لك اتكلم ما تخلصش صف الإصرار. قلت لك الترصد. الترصد هو أن الجاني يتردد في المجلس. لا ما هي أنا لسه ما خلصت صف الإصرار. يفقدوا فرصة الدفاع. خلصت صف الإصرار. هي في سبق الإصرار إن المتهمة رئيس الثانية قررت في حديثها أو في كلامها بدون ما تقصد حاجة في الدنيا، وقالت إيه؟ قالت إن المتهم قال لي أنا عايز أعرف تحركات جوزي. ده ما هو سبق الإصرار علشان خاطر يعرف تحركاته ويقتله، لكنه كان يريد أن يعلم تحركاته من أجل شيء آخر. ماشي. وليس من أجل متابعته وسبق إصراره. الشيء الآخر ده هيروح يقابلها وهو موجود. ما هو قال لها هو موجود ولا مش موجود؟ لما كانت بتقول له مش موجود كان بيجي. وهي قالت إن هو لما عرف إن هو موجود في الغيط وبيشتغل في الغيط جالي غصب عني. الكلام واضح. ها؟ قالت لا ده قالت كده يا ريس قالت
بقالنا اسبوعين ببلغه التحركات. ايوه. انا قلت له احنا رايحين الغيط بالليل عند الارض. يا ريس انا موافق. لقيته هناك. انا موافق. وكيل النيابه سالها سؤال. هتلاقي حتى صفحه 14 اول كلمه فوق بتقول لي انا ما بيتش. طبعا هي مش فاهمه يعني ايه بيت. فقال لها خلال تلك الفتره دي ما عدلتوش عن فكره القتل؟ قالت له لا كنا خايفين من الفضيحه. كمل بيت. يا ريس كلام المتهم ما انت عشان بتدافع فيها. انا بقول كلامها في النيابه كلامها في النيابه قدام النيابه اللي هي اتملت عليه اصلا من الشرطه. انا ما بجيش ناحيته لكن انا بتكلم على الكلام اللي جاي منها من غير ما تقصد اي حاجه. والكلام اللي هو جاي منه من غير هو ما يقصد اي حاجه. ده هو نفسه قال لما المتهمه قالت ان المتهم ماهر كان بيتواصل معايا عشان يعرف تحركات جوزي، وقالت بعدها ان هو لما عرف ان هو شغال غفير على الارض جالي غصب عنه. يبقى المعروف الكلام اللي هو بيقاله اللي جوه الورق يا ريس، انا عايز اعرف تحركاته علشان خاطر عايز ادخل البيت مش عشان اقتل اخويا. بدليل ان هي قالت ان هو مره جالي البيت لما عرف ان هو مش موجود. انا عايز اقول ان هو ذهاب ليلى لم يكن للانتقام منه ولم يكن تصميما منه وسبق اصرار منه على قتله، بدليل ان انا لما يا ريس ابقى عايز اقتل واحد واحنا في ارض زراعيه اجهز له اداه سهله للاكل ولا اخد كوريك وينكسر مني ويرميه والشرطه تشوفه وما تجيبوش وتعرضه، اعمل ايه؟ اجيب اداه بطبيعتها قاتله وانا عارف ومتفق معاها ان هي هتجيبهولي الغيب، اكون متفق مع اكون مجهز نفسي يا اما نرميه في بياض المايه اللي جنب مني يفحر في حفره واردم واحطه واردم عليه وامشي لسبق اصرار. هو ده اضربه بدل المره 1000 لكن انا ضربته مرتين ومرتين بس لان ضربه الكوريك جت في ناحيه واحده بس في الراس وناحيه واحده بس في الوش. وده التصوير اللي هو قاله يا ريس اللي انا معترف بيه ان هو بمجرد ما خد قلب الطوب خد قلب الطوب منه. ليه؟ علشان خاطر يضربه بيه فهو لحقه بالكوريك على وشه وما كانش يقصد ابدا وما يعرفش ايه اللي حصل. واقول للمحكمه حاجه يا ريس وانا تلمسكم دايما، هو رجال المباحث بكل المجهود اللي عملوه ده كله من اوله لاخره هم اللي اكتشفوا ان المتهم ده هو اللي قتل ده. لا يا ريس، ده اللي اكتشف الكلام ده عمر. طب اكتشفوا ليه؟ اكتشفوا يا ريس علشان في حاجه متاخده من الاوراق ما اتحطتش نهائي وما جاتش والنيابه لم تنهض على تحقيقها وما جاتش قدام المحكمه وظهرت في الورق كده ظهور مرور عادي. ايه؟ وكيل النيابه المحترم لما جه يعاين النيابه دائما بتعاين بدقه. راح قايل ايه؟ قال ان انا شاهدت المجني عليه ممسكا بيده اليمنى ترفيعه. اللي ورا الكواليس واللي احنا بنعرفوه عرفته ان اخوه بمجرد ما شاف الترفيعه ده اخويا. بس ما يقدرش يقول اخويا. قال السبب اللي خلى اخويا. وهم بقى يعرفوا يبقى هو اللي ما قالش. طيب معنى بقى ان معنى بقى ان هو كان ماسك الترفيعه ايه؟ ده مش ميت محنون. ده مش ميت محنون. ده انا عارف ان المحكمه والله العظيم يا ريس المحكمه بتحقق الدعوه والله بمنتهى الشفافيه.
وعشان كده انا بقولها للمحكمه وخلاص وخلص ذمتي من ربنا. هو الشال ده الشال بتاعه تمسكه ازاي وطبع عليه ازاي الا اذا كان حصل ما بينهم وبين بعض خلف وهو فعلا امسك فيه، وكان لابد للمتهم ان 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 ان, أن, أن يدافع عن نفسه. وانا بقراها على الرغم من ان انا ما بقولش انا حاله دفاع عن نفسي، لا ما بقولش الكلام ده، لكن كان لزاما عليه ان هو يدافع عن نفسه ويخبط، وده اللي حصل. سبق الاصرار لابد انه ان يكون هناك خلف ما بين المتهم والمجني عليه. جميع الشهود بقى يا ريس قرروا واكدوا على الرغم من ان هم اتهموا المتهم بغل واحد، على الرغم من هم اشقاء، لكن هم اتهموه ساعتها لان هم كانوا زعلانين من اللي حصل على اخوهم الاثنين. النبي يا استاذ بقى معلش انا مش هتاثر من كده بقى. قرروا يا ريس انه ليس هناك خلف. معلش هو ده بالنسبه للترصد. قبل ما امشي للترصد معلش، انتوا علمتونا حاجه واحده بس في العنصر النفسي، وقلتوا ان سبق الاصرار لابد يكون بتراوي وهدوء. لكن انا هقول للمحكمه رايت، انا لما اكون حاسس ان اخويا عارف ان انا زعلته وهددني زي ما هو نفسي دائما بتبقى متاججه هايجه خايف منه. الخوف والهيجان بيجعل من النفس دي نفس موطوره منزعجه، ممكن في اي لحظه اخبطه، لكن انا ما اقصدش اخبطه، انا خبطته بدون سبق اصرار لان نفسي موطوره منزعجه من اللي حاصل، انا خايف. وده العنصر اللي غير متحقق نهائيا في الاوراق. بالنسبه للترصد انتوا قلتوا لنا يا ريس ان لابد شرط تحقق الترصد هو ان يتابع الجاني المجني عليه في منطقه ليس هو امن فيها، اللي احنا تعلمناه هنا. الترصد يا سيدي الرئيس الجليل ليس هناك ترصد لأن المجني عليه قد نال حتفه وقتل في أرضه وبجوار سيارته وفي مأمنه وفي الناحية التي كان غفيرا عليها. يعني ايه غفير؟ احنا عارفين ان غفير يعني معاه سلاح وقادر يحمي خلاطه في قلب المنطقة اللي هو فيها. دافع بانتفاع السر ظرف الترصد لوجود المجني عليه في ارضه هو وسط مقتله. اذا المجني عليه استطيع ان اقول يا سيدي انه كان في عقر داره. طلبات يا ريس انا بفوض المحكمه الموقره واعي تماما ان المحكمه الموقره تملك من السلطه والهيبه ما تملكه من القانون والحث، ولكن يا سيد الرئيس الجليل أرجو مراعاة أن هذا المتهم له صغار وهذه لها صغار، وفي حالة ما إذا اقتص منه طريق الإعدام إذا هو فعل، يبقى الصغار اللي جايين يا ريس ما هو مش هيبقى في وضع سوي. أنا عايز الأمور تهدى وباستعمال منتهى الرأفة يا سيادة الرئيس علشان يبقى حتى ده قدام عياله وانت قدام عيالها. ويا ريس استاذنك يا ريس والله الحكم بالاعدام هو راحه، ولكن الحكم داخل السجون بهذا الفكر المتشتت المتاكد وهذه النفس التي ستظل منزعجه عمرها الكامل يعرف الله بها يا سيدي.
المتهم الاول يضمن زميلي في الدفاع واضاف دفعا بالقصور في تطبيقات النيابه العامه اعاده اجراء المعاينه التصويريه وتنزيل المتهمات الجميله في مكان الحادث وفي ليله قمريه وفي معاصر وقت احمد عن أول المسامية وبيقول من الساعة 10 إلى 11 وجاني منشاء أخوي إنه هيجي الاتفاق والتحليل والاستدراك وهيأكد إن قبل الاتفاق الأول لو إيه التي جمعت معه بينهما هناك أسماء وقام بقتل شقيق المدنة القاتل شقيق المدنة بالاشتراك مع زوجة المدنة السائلة وظهر الظل وهو قادم من الخلف لشقيقه وعمل شقيقه بالتطار تطارق طوب أبيض من الأرض وعجله بالضربة الأولى يبقى روايه المتهم هي الصادقه وروايه المتهمه الثانيه هي الكاذبه ومشت وراها التحديات وكل شيء عند روايه ده بس اهدى اشترينا انا وابويا واخواتها ارض طلع بالسجن حط ايده على جراتين ونص وخدهم من عافيه وبيقول لي لو شفتك جيت جنبهم هقطعك واقتلك فيه النيابة العامة سيادتك ما تمشيش كده لمتهم متهم بالقتل وظروفه مشددة منه انا ماليش دعوة هو عامل ايه قبل كده وفي السجن وهو بعد السجن تحقيق ذلك منوط به النيابة العامة ما تجيش النيابة العامة في حتة جوهرية زي دي تبين صدق اقواله وما تعملش محل خلاص انا مش هسمح بأي دفاع انا مش هسمح باي دفاع عن المحكمه مهما كان فيه من وقت كتير معايا يا حبيبي تصور ان المصنع بتاعي يقعد يقول النيابه 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 لان احيانا بيبقى الكلام ده مبني على خطا مبني على خطا بس عايز مبني على فهم خطا المره ما فيش حاجه تانيه انا بقول النيابه 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 بتطبق قانون قدامها اقسام قدامها احترام عايز النيابة اوقف الحادث اصل الحادث